مرحبا بكم معنا، مرحبا مشاهدي برنامج أسرتي. كما عودناكم غادي نديرو أنشطة ترفيهية وأنشطة تعليمية لوليداتنا، وهذا النهار اختارينا نديرو معهم نشاط علمي، تجربة علمية. في نفس الوقت غيتعلموا منها بزاف ديال المفاهيم العلمية، وغادي يتعلموا الحسي والحركي وقوة الملاحظة. باش نديرو هاد النشاط ديالنا غادي نختاروا مواد اللي ديما عندنا، ديما نفس المنطق ديال الأنشطة اللي تنديرو، مواد اللي سهلة عندنا في الدار. غادي نحتاجو أول حاجة قراعي خاويين ديال الدجاج ديال المربى، ملي نساليوهم نخليوهم معنا في الدار. غادي نحتاجو الماء، غادي نحتاجو من بعد أقراص ديال الصداع ديال الراس، كيناس ديال حرق الراس. غادي نحتاجو زيت المائدة، وآخر حاجة ملونات غذائية اللي هادو تلقاوهم عند جميع المحلات ديال الحلويات في المدينة ولا في البادية. باش غادي نبداو غادي ناخدو هاد القرعات ديالنا ديال المربى ولا ديال أي حاجة معلبة في الدار، وغادي نديرو فيها قطيرات ديال هاد الملون الغذائي. هنايا اختارينا اللون الأخضر، ديما نتابعو مع وليداتكم ملي نكونو تنصاوبو معاهم، نعاونوهم ونوريوهم ونفسرو لهم الطريقة ديال التحضير ديال أي تجربة. وهنايا غادي ناخدو الماء، غادي نحاولو نعمرو هاد القرعة ديال المربى بالثلث ديال الماء، الثلث ديال الماء، وغادي نزيدو ثلثين ديال القرعة بالزيت، نحاولوا ما نعمروهاش حتى للفوق. ها حنا درنا، واول حاجه غنقدو نفسرو لوليداتنا بحال هكا في الترفيه وفي التعلم، باللي كما تتلاحظوا الزيت والماء كما تنعرفوا جميع ما تيتخلطوش، تلقاو الزيت تيبقى الفوق والماء تيبقى لتحت، وهذه بحد ذاتها معلومه اللي خصنا نركزوا عليها مع وليداتنا. حنا يمكن تبان لنا بديهيه، ولكن الوليدات يتعلموا كما تنقولوا ديما باللعب وبالمرح. من بعد غادي ندوزو غناخذوا حبه من اقراص ديال حرق الراس، وغادي نلوحوها في القرعه ديال المربى ديالنا، وغنحاولوا نلاحظوا التفاعل اللي غادي يوقع. ها هو بدا التفاعل، إلا لاحظتوا معنا تبدا واحد الكويرات ديال ما بين الزيت والماء والملون الغذائي تيطلعوا، وهنايا الوليدات تبداو ينبهروا بهذه الجماليه اللي تتولي في هذه القرعه، وفي نفس الوقت تيبغيو يفهموا علاش. وهكا تنشوفوا التفاعل مع وليداتنا، وتنبينوا لهم شنو هي التجربه اللي درنا ملي تنلوحوا هذاك القرص الفوار اللي تيدار في وسط الماء وتيذوب، تعطينا هاد الكويرات وتعطي هاد الجماليه للقرعه. ويمكننا نبينو باللي هاد التجربه هي تجربه تتجسم لنا وتتبين لنا هذاك التفاعل اللي تيكون في البركان الداخل، وداك الهيجان البركاني في وسط البركان. دابا غندوزو نصاوبوا القرعه الثالثه، وغادي نختاروا الملون الغذائي في الاحمر، نديرو بحال قبيله قطرات منه، ونزيدو الماء، ديما ثلث ديال القرعة والملوين، وتنزيدو ثلثين ديال زيت المائدة. قبل ما نديرو القرص تنلاحظو باللي الطفل غادي يبقى منباهر بالالوان، منباهر بهاد الشكل ديال القرعه اللي زدت الفوق والماء لتحت. من بعد تنديروا القرص باش نلاحظوا التفاعل. احنا تنلاحظوا بداو الكويرات تيخرجوا،
واللي هائل في هذه التجربة هو كل ما زدنا القرص كل ما التفاعل تزاد والكريات تزيدوا يطلعوا فيهم الزيت والماء والملون، هادشي اللي تعطي الجمالية أكثر لهذه التجربة. من بعد ما تنساليو الملونات بثلاثة اللي عندنا نقدو نسدو القرعة وناخدو التليفون ولا البيل ولا أي حاجة فيها الضوء ونديروها تحت القرعة باش تعطينا هذاك لفي ديال الضوء، هذاك الإضاءة تتورينا شنو هما الكريات كي تيطلعوا. كما شرنا غادي ناخذوا الإضاءة ديال البيل ولا التليفون وغنحاولوا نحطوا بحال هكا القرعة بهذاك الخليط ديال الماء والزيت والملون، وكما تتلاحظوا الكريات تبداو يطلعوا وتعطيو هذاك لفي ديال الانبهار والاستمتاع للوليدات والاباء ديال والاباء معاهم. كل ما زدنا القرص غادي تزادوا، ونفس الشكل بالنسبه للقرعه ديال الملون الاخضر. انا زدت قرص هنايا، وتنبقاو نعاودوا نفس التجربه بالاقراص اللي تذوب في الماء حتى الطفل تيشبع من اللعب وتيشبع من الاستمتاع. تنتمنى تكون الحلقه ديال هذا النهار رقتكم، وتنعطيكم موعد اخر حلقه جديده وتجربه جديده باش نستمتعوا ونتعلموا مع وليداتنا.